في جو من الخشوع والتكبير والتهليل والتضرع لله عز وجل، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وجموع المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير بالعاصمة. وزير الداخلية وجماعات المحلية يشيد بسمات الجزائريين في التآزر والتآخي، ويؤكد ضرورة ترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهي الرسالة التي يحرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تكريسها من خلال توجيهاته وتعليماته للحكومة. أجواء من الترحم والتغافر والتضامن وصلة الأرحام ارتسمت عبر كل ربوع الوطن في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وانطلاق حملة جمع الجلود عبر الولايات الست المعنية كمرحلة أولى. نشاط الخامسة من الجزائريات الثالثة، صح عيدكم وكل عام وأنتم بخير. بداية وعلى غرار شعوب العالم الإسلامي، تحتفي الجزائر اليوم بأول أيام عيد الأضحى المبارك في جو من التآخي والتراحم والتضامن والمعاني السامية التي تحث المسلم على البذل والعطاء امتثالا لسنة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام واتباعا لنهج سيدنا إبراهيم الخليل. وبالمناسبة، أدى رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة والوزير الأول أحمد يحيى صباح اليوم أدوا صلاة عيد الأضحى بالجامع الكبير بالعاصمة في جو ساده الخشوع والسكينة والطمأنينة وسط جموع المصلين. كما أدى صلاة العيد أعضاء من الحكومة وإطارات من الدولة وممثلون عن الأحزاب السياسية والمجتمع المدني إلى جانب السلك الدبلوماسي العربي والإسلامي المعتمد بالجزائر. وفي خطبتي الصلاة ذكر الخطيب بمعاني عيد الأضحى المبارك باعتباره يوم فرح وابتهاج تسوده صلة الترحم والتآزر بين أفراد المجتمع الواحد، داعيا إلى ترجمة هذه المعاني في نفوسنا لنكون مصدر سلم وطمأنينة. المزيد مع توفيق عجلي. الله أكبر، الله أكبر، حول ولا قوة إلا بالله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. هنا تآلفت القلوب ولهجت الألسن بالذكر في يوم ليس كالأيام، عيد الأضحى المبارك. مسجد تعبقت جوانبه بالتسبيح والتهليل ليقوم المصلون بأداء ركعتي العيد في خشوع وتضرع للواحد الأحد. يتقدمهم كل من رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ورئيس المجلس الشعبي الوطني سعيد بوحجة والوزير الأول أحمد ويحيى وأعضاء من الحكومة وجمع من المصلين. السلام عليكم. السلام عليكم. الله أكبر، الله أكبر. ومن على المنبر ذكر الإمام الخطيب بمعاني الحج، وأن مناسك الحج هي قربات إلى الله عز وجل وأداء الركن الخامس من الإسلام، يوم يباهي به الله الملائكته، وهنا الغفران والرحمة والعتق من النيران، مشهد من الإيمان يعلمنا كيف تأمن الخلائق فيما بينها. إن مما يعين على وحدة أمتنا ومما يعين على اجتماعنا أن يكون كل فرد من هذه الأمة، أن يكون كل مسلم من هذه الأمة مصدر أمان لغيره، مصدر طمأنينة لغيره، مصدر سلم لغيره. ولعمري إننا عندما نتكلم عن السلم ونتكلم عن الأمن ونتكلم عن الأمان لا ننسى أبداً إخوة الإيمان، لا ننسى أبداً من صنع السلم ويصنعه، بدءاً بفخامة رئيس الجمهورية المجاهد عبد العزيز بوتفليقة، ألبسه الله لباس الصحة والعافية، الذي راهن على إعادة السلم وإعادة الأمن وتأسيس أسسه وبناء دعائمه، بدءاً بميثاق المصالحة الوطنية التي أصبحت نموذجاً تصبو إليه
كثير من الدول ممن فقدت الأمن والأمان، بدءاً بالمصالحة الوطنية ثم بجيش التحرير ثم بالجيش الشعبي الوطني الساهر على حماية هذا البلد، مرابطاً في ثكناته ومرابطاً في حواجزه ومرابطاً في أبراجه ومرابطاً في كل مكان وفي كل زمن. نسألك يا ربنا ويا خالقنا ويا رازقنا أن تجعل هذا البلد آمناً مطمئناً سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، كما نسألك يا ربنا ويا خالقنا أن تلبس فخامة الرئيس المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لباس الصحة والعافية، وأن ترزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. نسألك يا ربنا أن تصلح شبابنا وشاباتنا وأبناءنا وبناتنا ودعاتنا وعلماءنا وآباءنا وأمهاتنا وولاة أمرنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وعقب الصلاة تلقى كل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول التهاني بالعيد من قبل أعضاء الحكومة وممثلي الأحزاب السياسية وأعضاء من السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر وجموع المصلين. مبارك وفي مظهر من مظاهر تأزر وتضامن زار اليوم وزير الداخلية وجماعة المحلية وتهيئة العمرانية نوردين بدوي دار المسنين بباب زوار بالعاصمة ومخيما صيفيا لأبناء الجنوب بالقدوس مرفوقا بوزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية داليا وزير الشباب والرياضة محمد حطاب ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزب اللوي، حيث هنأ بدوي الشعب الجزائري بهذه المناسبة موجها تحية خاصة للأسلاك الأمنية الصاهرة على أمن البلاد مشيدا في الوقت ذاته بسمات التضامن والتآزر التي يعيشها الجزائريون في هكذا مناسبات. المتابعة لوليد قدري. هي مناسبة تبعث بأسمى المعاني النبيلة والقيم السمحة لديننا الحنيف، وزينتها مظاهر التلاحم والتواصل والتآزر التي تسود مجتمعنا في سانحة العيد. وضمن هذا المغزى تأتي هذه الزيارة التي دأب عليها وزير الداخلية مرفوقا بوزيرة التضامن ووزير الشباب والرياضة ووزير الصحة إلى دار المسنين بباب الزوار بالعاصمة، والتي حملت جرعة من السعادة أضفت نكهة خاصة لفرحة العيد لهذه الفئة لتعوضهم شيئا من الجو العائلي الذي افتقدوه، ومخيم لأطفال الجنوب بشواطئ القادوس. وراهم قايمين شويه واه قايمين كي نجي والله غير قايمين فوق الحمد لله يعني ما عندي ما نقول لك الحمد لله ما خص والو والله غير قايمين بينا درت العمليه اللي حتى المديره واقفه معايا انا بين ما رحتش الحاج هذا العام اي بصح العمراني نستنى بهذه المناسبة السعيدة مناسبة عيد الأضحى المبارك، ونحن نتقاسم هذه اللحظات رمزيا مع أبائنا وأمهاتنا في دور الاستقبال أو دور العجزة، ونتقاسمها كذلك مع أبنائنا وبناتنا من جنوبنا الكبير، وهذا يعبر على رمزية قوية وهي متمثلة في هذه القيم، قيم التضامن، قيم التلاحم كجزائريين، وهذه القيم التي كرسها فخامة رئيس الجمهورية بتوجيهاته وتعليماته. هي مناسبة كذلك لنتقدم بتحية خاصة لكل مواطنينا ولكل أسلاك أمننا وعلى رأسها الجيش الوطني الشعبي، كل أبنائنا المرابطين في حدودنا العاملين ليل نهار لضمان مستقبل، لضمان أمن وسكينة وطمأنينة مواطنينا وحماية حدودنا.
عيد سعيد لكل أسلاك الأمن الصائرين على أمن البلاد، لأفراد الجيش الشعبي الوطني المتواجدين على الحدود في هذه المناسبة والصائرين كذلك على أمن الوطن وسلامته، لكل المتواجدين على مستوى المراكز التابعة لقطاع التضامن الوطني أتمنى لكم كذلك عيد سعيد. أتوجه أيضا وخاصة إلى كل الطاقم الطبي والشبه الطبي الساهر على صحة المواطن في كل أنحاء الوطن، متمنيا لهم ولعائلتهم عيد مبارك. وفي سابقة من نوعها 250 طفلا من ولاية ورقلة تزامنت فترة مخيمهم الصيفي مع عيد الأضحى ليقضوه بالمخيم ويحظوا بهذه الزيارة التي استقبلوها بمرح وبراءة الطفولة. وخلالها أشاد وزير الشباب والرياضة بالدور الذي تؤديه مثل هذه الفضاءات. كل الإمكانات سخرت من أجل إنجاح هذه التظاهرة لفائدة أبنائنا أبناء الجنوب ولأيضا أبناء الحرس البلدي، فيها إنشاء 33 مركز مخيم استياف على مستوى المناطق الساحلية. اقترنا أن فتنا التوقعات تاعنا، فتنا 60,000 من أبنائنا أبناء الجنوب للتمتع والتكامل مع أبناء الشمال من أجل التمتع بالمناطق الساحلية. عيدكم مبارك، أهلا وسهلا بكم، احنا رانا فرحانين اليوم بهذا العيد الأضحى. عيدهم مبارك وكل عام وأنتم بخير بألف خير. وفي أجواء إيمانية كلها تضرع لله عز وجل بالتهليل والتكبير، تميزت بها المساجد عبر كامل التراب الوطني، وسمات التضامن والتكافل تتجلى أيضا خلال عملية نحر الأضحي، حيث يتعاون الجميع في أجواء أخوية وبهجة للأطفال. مظاهر وأجواء العيد عبر الوطن مع فهد يحيى. عيد الأضحى المبارك خير الأيام عند الله تعالى، يوم تكثر فيه أعمال الخير، ويوم تجسد فيه قيم التسامح والعفو وصلة الأرحام، قيم ومعان تم التأكيد عليها في خطبة صلاة العيد عبر جميع مساجد الوطن. عيدكم مبارك وكل عام أنتم بخير على الأمة الإسلامية. نتمنى لهم عيد مبارك يعيدها إن شاء الله علينا بالخير واليوم والبركات. مبروك عيدكم وطول ايامكم ويخليكم ويخلينا تزارع جنب وليداتنا وبيداتنا. ان شاء الله سبحانه وتعالى نعيد هذا العيد علينا وعلى الامه جميعا باليسر والرخاء، ونجوزوه كما جميع الجزائريين بخير ولهنا والصحه. الحمد لله العادات نغلى كان نطفت نتقع عندنا سلت مجيده، نزلت تزليت بدنسو مجيده نقدا نزل نعيد نعيد كاع سي عزابن من قدا ادي ساع عزابه زعلوك ادي غرس مي قدا غرس انسن بلي غرس. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير، يعني من الاهل القراره واهل الجزائر كل والامه الاسلاميه، عقوبه ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله في صحه وعافيه وتحيا الجزائر. يوم مبارك تميز باجواء من الفرحه والبهجه، وفيها اجتمع الاحباب لنحر الاضاحي تطبيقا لسنه سيدنا ابراهيم الخليل. جوزو الحمد لله اون فامي كيما راكو تشوفو هنايا كاع الفاميليات كاع من الوطن. هذا العيد مبارك ان شاء الله على الامه الاسلاميه وعلى الجزائر وعلى الجزائر خاصه وعلى الشعب التندف ان شاء الله. كل عام وبخير وعيدك مبارك. عيد مبارك لكل الامه الاسلاميه، ونتمنى ربي يعيد هذا العيد علينا وعلى الاخوه الصحاويين والاخوه فلسطين. رانا فرحانين الحمد لله يوم عيدي يحفظ بلادنا واولادنا. امين يرحم الشهداء. وصحة عيدكم بنية وليداتي بوكل هاي سنين دايما. عيدكم مبارك كل عام وانتم بخير. نهدي تحياتي للشعب الجزائري كامل، نقول لهم صحة عيدكم بلا ما ننساو اخواننا في فلسطين وغزة، وصحة عيدكم وعيد اضحى سعيد ان شاء الله. عيد سعيد كل عام وانتم بخير، اتمنى للأمة الاسلامية عيد اضحى مبارك. عيد مبارك. هو العيد اذا عيد عبادة وعيد تفتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة، تتألف فيه القلوب وتمحى الضغائن وتقوى صلة الأرحام.
في طريق المخططية الاستعجالية الذي وضعته الحكومة لإنعاش مستودعات المؤسسة الناشطة في مجال صناعة الجلود، انطلقت اليوم حملة لجمع الجلود ستمس في مرحلتها الأولى ولاية الجزائر العاصمة وهران، باتنا، سطيف، قسنطينة وجيجل. العين اليوم من ولاية وهران تنقلها لنا عمار ينهر. تدابير اتخذتها الدولة لخلق مداخيل إضافية وإنعاش الاقتصاد الوطني والحفاظ على البيئة، أهمها جمع جلود الأضاحي في أمكنة مخصصة. وين راه يتوجه المواطنين باش هاد لاطوازون يديروا فيها الملح، يلاوها ويديروها في انساشي ويحطوها عند الديار تاعهم ولا في هاد الأماكن اللي راهي مخصصة لهاد الحملة. وتقاربنا من المواطنين وفهمناهم على الأهمية تاع جمع الجلود تاع الأضحية العيد الكبير. وهذا الجلود في كل البلدية خصصنا نقاط لقاء المواطنين يحطوا فيها. ديل هي واحدة من بلديات ولاية وهران التي أطلقت هذه المبادرة عن طريق المساجد ولجان الحي. الإنسان عندما يتصدق بشاة لا يتصدق باللحم فقط، حتى الصوف، لأن عندما سئل رسول الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله ما لنا من الأضحية؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا والصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. أن الإنسان هذا الجلد راه في منفعة حتى في الآخرة. مبادرة مليحة اللي تعاون الى بما ما نقيسوهاش ياكلها الدود، وكاع مادا بينا تديها الدولة وتستعمل بها حاجة اللي تفيد للبلاد مليح. كاع الشعب يتلايم ويلموها. مبادرة من شأنها القضاء على الرمي العشوائي للجلود والقمامات وإنعاش صناعة الجلود. ومع حلول عيد الأضحى المبارك يفرط الكثيرون في تناول اللحوم الغنية بالدهون والبروتينات، ما قد يتسبب في مشاكل صحية، فيما ينصح المختصون في التغذية بضرورة التقليل من تناول اللحوم خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة. المزيد مع نادية سلطان. هل يدرك المستهلك مدى خطورة الإفراط في استهلاك اللحوم بأنواعها سيما خلال يومي عيد الأضحى المبارك؟ Ben c'est très mauvais parce que c'est une viande تاع الغنمي elle est pleine de cholestérol. اللحم يضر يدير الكوليسترول يدير صوالح بزاف. ديجا انا واحد راني بكوليسترول اختي. واحد يكثر منه ما كيشغل يضر نفسه يضر الصحه ديالو. كاين ياكلوا دائما ما يضروش بصح لي خطره في العام يضروا. ماشي سي تادير يشري لا كونتيتي وراح يكونسومي كاع في النهار تاعي. رغم الوعي الذي يبديه البعض الا ان استشاره الطبيب هي الفاصل في كل الحالات. اللي ياكل بزاف اللحم صافيدير يخلي الكلى تاعو يخدمو بزاف، هذه اول حاجه. دونك اللي عندهم لانسفيزونس رينال ولا كيما يقولوا القصر الكلوي لازم يتجنبوه. دوزيام دي شوز دونك سي لو كوليسترول. كوليسترول دونك اللي ياخذو بزاف جاي في اللحم وجاي اون بليس دو سا في لا فاسون دو كوير لا كويسون. دونك كيفاش نطيبوا اللحم هذايا ما بين اللحم كي نقليوه دونك راح نزيدو في الخطوره. دونك الكوليسترول يكون موجود اكثر وكي نديروه في الفور او ينقص شويه ولا غلاوه ولا فوروه يكون احسن. كي نوليو ثاني اللي عندهم امراض تاع الكولون دونك لي كولوبات. الكولوبات اللحم اللي ياكل منه بزاف واش يصرى تكون عندنا الامساك. اتباع نظام صحي سليم لتفادي كل هذه المضاعفات لا يقتصر على الاعياد بل على مدار السنه. حنايا اون بريفير نبعدو جوستومون على الشوا هذا بالفحم كامل وعلى سا كاربونيز سافي دير بلي راح يحرقوا هذا اللحم واللحم هذا راح يكون فيه نسبه كبيره تاع الكربون. دونك هذايا مستبعد نورمالمون. ما يتكلوش غير على اللحوم، لازم يديروا معاه اللحم هذايا يديروا باغ اكزومبل الخضروات. دونك بالنسبه للانسان العادي عنده الكميه تاع 100 غرام 3 خضرات في الاسبوع، والانسان اللي يكون مريض سورتو مرض تاع الكلى ياكل سواس تحت 60 غرام زوج خضرات في الاسبوع. عدم الاكتراث بالاضرار الصحيه التي يسببها تناول الاطعمه الدسمه خاصه المصابين بالامراض المزمنه قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه. والفرحه فرحتان بعيد الاضحى وبمسكن جديد أيضا، حيث وزعت أمس 400 وحدة سكنية بالصيغة العمومي الإيجاري بمختلف بلديات ولاية المدية، كما تم ربط بعض البلديات بالغاز الطبيعي. حورية جرجر.
فرحة فرحتان، فرحة العيد وفرحة الحصول على مسكن جديد لائق بعد طول الانتظار. رمزية يوم المجاهد زادت لمراسيم تسليم مفاتيح السكن بمختلف الصياغ للسكن بلدية ولاية المدية طعما متميزا. تطبيقا لبرنامج فخامة الجمهورية نقوم اليوم بسبع عملية على مستوى ولاية المدية، توزيع حصة سكنية بمختلف الصياغ، عددها اليوم 400 سكن عمومي إيجاري وإلى جانب سكنات ريفية. وبدائرة برواقية بلدية تربيعية تقسمت كاميرا التلفزيون فرحة السيدة غريب بن بركة وهي تدخل بيتها الجديد. الحمد لله يا سيدي ربي، الحمد لله كثر خيرهم وشد لي فيهم ان شاء الله بربي. فرحة ما تنجمش تعبر عليها، فرحة ما نقول لكش. عندي 22 سنة وانا كاني نخدم حارس بلدي، عندي 22 سنة وانا كاني نتبع سكنات الرجال والحمد لله، نشكر بوتفليقة ان شاء الله يطول عمره. اليوم استبد الامن الفضل الكبير كبير للمصالحة الوطنية اللي اقرها الرئيس فخامة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اللي والله الانسان الان يمشي على 3 الصباح 4 الصباح في هذا المكان، اللي رجعوا راه ما رجعوا الدوبين اثريفية وراهم يستصحوا في الارض تاعهم. الربط بغازي المدينة ل 422 عائلة، مكسب اخر لسكان بلدية الحمدانية بولاية المدية. جمع العيد وفرحتهم في العيد، الله يفرحكم بوليداتكم بصححتكم وفرحنا بوتفليقة نتاعنا بالرئيس نتاعنا. نغادر ولاية المدية والفرحة تملأ قلوبهم. إلى البقاع المقدسة الآن، حيث شرع جموع ضيوف الرحمن منذ فجر يوم أول أيام عيد الأضحى المبارك، شرعوا في أداء مناسك رمي الجمرات في مشعر منن، حيث يرمي الحجاج الجمرة الكبرى بسبع حصيات. يقول التوفيق علي: والله أكبر الله أكبر. يرمي الحجيج الجمرة الكبرى بسبع حصيات، وبعد أن يفرغ من ذلك يشرعون في نحر الأضاحي ثم حلق الرأس والطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا والمروة. كل هذا يتم وفق خطة متكاملة لتسهيل حركة تفويج الحجاج التي تكفل الحفاظ على أمنهم وسلامتهم، بحيث يتم توزيع الحجاج القادمين للجمرات من مختلف الجهات والطرق على مختلف الأدوار بمنشأة الجمرات وفق آليات تضمن النجاح وتسهيل عملية دخولهم لمنشأة الجمرات. وظهرت انسيابية في حركة تفويج الحجاج إلى مشعر منن وفي أداء نسك رمي الجمرات، والتي اتسمت بتناسق ضيوف الرحمن في رميهم للجمرة دون تزاحم أو تدافع في الأدوار الأربعة لمنشأة الجمرات. كما اتسمت حركة الحجيج نحو جسر الجمرات والساحات المحيطة بها بالتدفق المتدرج والأمن على دفعات. وكان أزيد من 2,370,000 حاج وحاجة قد توافدوا إلى مشعر منن جماعات وأفرادا، راجلين وركبانا، مع إشراقة صباح هذا اليوم العاشر من شهر ذي الحجة، مهللين مكبرين تملأ قلوبهم الفرحة والسرور بعد أن من الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات وقد أدوا الركن الأعظم من أركان الحج. دوليا، وفي تركيا تعرضت السفارة الأمريكية بالعاصمة أنقرة أمس إلى إطلاق نار دون وقوع إصابات بين صفوف مستخدمي السفارة بحسب ما أعلنته السلطات التركية. هذا وقد اعتقلت الشرطة المحلية شخصين محل شبه في الهجوم الذي تم تنفيذه بواسطة سيارة، والذي يتزامن مع أزمة غير مسبوقة بين البلدين على خلفية احتجاز أنقرة لقسم أمريكي وجهت له تهمة الإرهاب مع والتخابر أقول مع إرهابيين في الخارج. في إيطاليا هلك 8 أشخاص وفقد 5 آخرون في هطول أمطار مفاجئ قرب حظيرة وطنية محمية بمقاطعة كالابر جنوبي البلاد. هذا وقد تمكنت فرق البحث والنجدة من إنقاذ 23 شخصا بهذه المنطقة.
وفي أفغانستان قتل العشرات من المسلحين بينهم 4 من القادة البارزين في حركة طالبان في غارات جوية شنها الجيش الأفغاني أمس شمال أفغانستان. من جهة أخرى احتلت مجموعة من المسلحين أحد المباني وهاجموا المنشأة الحكومية في مدينة كابول مما أدى إلى اندلاع معركة نارية، وتمكنت القوات الأمنية من تطويق مخابئ المسلحين المشتبه بهم. بهذا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأهم ما جاء فيها من أنباء. في جو من الخشوع والتكبير والتهليل والتضرع لله عز وجل، رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول وجموع المواطنين يؤدون صلاة عيد الأضحى المبارك بالمسجد الكبير بالعاصمة. وزير الداخلية والجماعة المحلية يشيد بسمات الجزائريين في التآزر والتآخي، ويؤكد ضرورة ترسيخ قيم التضامن بين أفراد المجتمع، وهي الرسالة التي يحرص رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة على تكريسها من خلال توجيهاته وتعليماته للحكومة. وكما تابعتم أجواء من الترحم والتغافر والتضامن وصلة الأرحام ارتسمت عبر كل ربوع الوطن في أول أيام عيد الأضحى المبارك، وانطلاق حملة جمع الجلود عبر الولايات الست المعنية كمرحلة أولى. نشرتنا تمت. للتواصل معنا ومتابعة برامجنا عناويننا الإلكترونية تبقى دائما في الخدمة. ونختم النشر بهذه الصور المفعمة بأجواء التضامن والتأخي عبر ربوع الوطن، رصدتها لنا كاتي عباد. باسمي وباسم الفريق العامل معي، كل عام وأنتم بخير. يا صدق الرسول برق يا صدق الرسول قال الطاع عليه دمعه سيل لا يزول على اللي عزيز عليه على اللي عزيز عليه صبح كيف زيق الفجر بحكي في زيق الفجر عيط الإسماعيل ابنه فر من الحجر متساع أمول حنين متساع أمول حنين. أنا فرحان بالعيد كل عام.